ما فيش صوت بيعلو فوق صوت متحور أوميكرون في العالم كله وحتى في مصر. يعني الناس طول الوقت بتتكلم على الكورونا وأوميكرون والفرق والأعراض والسبب، لكن كمان خلينا نعرف كلنا ولازم كلنا حتى نبقى مدركين. علشان كده لما بيبقى طول الوقت الناس بتقول نرجع تاني للإجراءات الاحترازية، نرجع تاني نحط الكمامة، نرجع تاني نقلل الأعداد والأعداد، علشان كمان أولا الدنيا شتاء برد جدا، فمع البرد إن الواحد ممكن يتعرض ل يعني إيه، يبقى مثلا قاعد في حتة سخنة يطلع في حتة ساقعة والجو بارد بشكل كبير، فسهل قوي إنه يعني ياخد أي عدوى بسهولة. طبعا زي ما احنا عارفين انه كمان اوميكرون بيقولوا انه هذا المتحور، يعني انت ممكن لو انت عندك العدوى تعدي 16 شخص يعني، او هذا العدد، فطبعا ده عدد كبير جدا. فتخيل ان انت قاعد في مكان مقفول وانت عندك الاوميكرون وتعدي مثلا عدد كبير جدا. فاحنا كل ما نحاول ان احنا نقلل الاعداد ونرجع تاني للتباعد شويه ونرجع ناخد بالنا، الدنيا هتبقى يعني اخف، ونعدي كمان شهور البرد دي، ونعدي من ان احنا انا شخص كده ممكن اعدي 16 واحد، يعني ده رقم الحقيقه كبير. ولكن خلينا بشكل يعني اكثر علما وطبا نعرف من مداخله مع دكتور اسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم الأوبئة. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير أستاذ شوقي وكل المتابعين، أهلا وسهلا بحضرتك. يا دكتور ألف سلامة على حضرتك. الله يسلمك، لأن النهاردة الحمد لله يعني فكيت العزل، فالنهاردة أول يوم بعد العزل والحمد لله. وكان أوميكرون؟ كان أوميكرون، يعني الواحد دايما بنقول فلتنا من ألفا وبيتا وجاما ودلتا، وأوميكرون جانا كلنا يعني. أيوة بالظبط. حد تقريبا يعني. طيب انا عايز ابدا من اللي انا توقفت عليه. اولا يعني السيد الرئيس امبارح يعني كان عنده توجيهات يعني كبيره جدا بانه تخفيض عدد المصالح الحكوميه تاني، وانه الناس تبدا تقل، وان يبقى في تباعد، وان يبقى في اجراءات احترازيه اكتر وسلامه المواطنين. يعني فكره انه شخص واحد عنده اوميكرون بيعدي 16 شخص، ازاي ده بيحصل يعني؟ احنا طبعا يعني اول ما ابتدينا بكوفيد من سنتين تقريبا كنا بنتكلم على ان العدوى دايما بتبقى من الشخص لثلاث اشخاص. بعد كده لما جه دلتا كان اكتر، يعني كان الشخص الواحد السليم ممكن يعدي لغايه ست او سبع اشخاص. احنا المشكله في اوميكرون زي ما تفضلت بالظبط، ان هو انتشاره تقريبا ثلاث مرات اكتر من دلتا. فعموما هو ده التحور الطبيعي للفيروسات، يعني هي الفيروس اي فيروس مش بس الكورونا فيروس، لما بيجي يتحور بيتحور انه يكون اكثر انتشارا عشان هو عايز يحافظ على بقائه، وغالبا بيتحور انه يكون اقل شراسه. فده اللي بيخلينا حتى لو كان الدراسات اثبتت ان اوميكرون اقل في الشراسه من دلتا، احنا دايما متخوفين لان الانتشار العالي ده برضه هيسبب ضغط على المستشفيات. ده اكتر حاجه العالم كله والمجتمع العلمي قلقان منها، هو الضغط على المستشفيات والضغط على المنظومة الصحية. احنا الحمد لله من تقريبا ثلاث شهور بعد بداية الجائحة لغاية الآن ما حصلش أي مشاكل من حيث سواء الأكسجين أو مثلا نقص في الأسرة، الحمد لله. عايزين نحافظ على النجاح اللي تقريبا دول كتيرة حتى كانت متقدمة في البحث العلمي ومتقدمة في المنظومة الصحية ما عرفتش توصل لها. فده اللي احنا بنناشد بيه الناس، ان خلاص احنا وصلنا تقريبا لقرب نهاية المطاف، ان شاء الله تبقى دي بداية النهاية لكورونا. مش عايزين في قرب النهاية وان شاء الله تبقى دي سنة تحييد الجائحة يبقى عندنا تاني أزمة أو ضغط على المستشفيات بتاعتنا. يعني أنا أستأذنك، أنا يعني عجبني قوي الجملة الأخيرة، عارف لما إحنا نبقى كده عايزين أي تفاؤل، اللي هي إحنا قرب نهاية الكورونا. إحنا فعلا قرب نهاية الكورونا، يعني هذا الانتشار الكبير يقال، يعني الأطباء بيقولوا وحضرتك صحح بيقولوا إنه هذه الأعداد الكبيرة اللي يعني أخذت الأوميكرون معناها إنه هتدي مناعة لأعداد أكبر، فمعنى كده إنه الفيروس مش هيلاقي خلاص أجسام يتحور فيها. هل الكلام ده سليم؟ والأهم من كده هو ده كان يعني هيبقى عامل مساعد لكن مش هو العامل الوحيد، لأن احنا أوميكرون في مشكلة إن مضادات الأجسام ما بتقعدش مدة طويلة في الجسم، في جسم الشخص، عكس دلتا وعكس قبل كده ألفا وبيتا. احنا كنا بنقول إن مضادات الأجسام بتقعد تقريبا خمس شهور، فالشخص المتعافي عنده مناعة خمس شهور تقريبا.
ده مش حاصل مع اوميكرون بس، حاصل حاجه تانية زي ما تفضلت كده مساعده جدا في الموضوع، ان كل الناس تقريبا جالها العدوى، فده معناه ان هيبقى المتحور السائد في العالم في خلال شهر هو فقط اوميكرون، مش هيبقى فيه خالص دلتا. فمعنى ان هو فقط اوميكرون اللي هيكون موجود وان هو اصاب الناس كلها، ان ده عامل مساعد كبير ان انا بعد كده عندي مناعه قطيعه نسبيه، لان الناس معظمها تعبها في وقت قليل. الحاجه الثانيه ان اوميكرون فعليا اقل في الشراسه، يعني عدد نسبه، خلينا نقول نسبه دخول المستشفى من اوميكرون اقل نص الناس اللي دخلت المستشفى من دلتا. صحيح ده، وحتى اعتقد ايام الاصابه حتى اقل. بالظبط، يعني احنا السي بي سي في اخر دراسه من 48 ساعه اصدر ان هو خلاص متوسط الاصابه باوميكرون، وده احنا ملاحظينه مش محتاجين السي بي سي، بقى 5 ايام. فحتى هم قالوا ان العزل بتاع اوميكرون خلاص بقى 5 ايام، بعد كده ممكن الشخص يفك العزل ويقعد فقط 5 ايام ب N95 او N90، بعد كده بتبتدي تتعامل عادي زي الاجراءات العاديه بتاعت كل بلد. فبالتالي ده يخلينا نقول ان السنه دي ممكن تكون سنه نحيد فيها المرض، يعني ان يكون المرض نفسه غير مميت، بمعنى احصائيا يبقى عدد الوفيات بتاعه زيه زي الانفلونزا، فيبقى خلاص يبقى ده زي اي عدوى موسميه بيتاخد له لقاح كل سنه ويجدد هذا اللقاح. على فكره اللقاحات الجديده اللي هي هتبقى ضد اوميكرون بالذات هتطلع في مارس، خلاص قدامنا شهرين، فهيبقى عندنا لقاحات فقط لاوميكرون بتتاخد بطريقه موسميه كل سنه، ونخلص باذن الله من هذا الوباء ونرجع لحياتنا العاديه الى حد ما. نتمنى طبعا. طيب دكتور، احنا عندنا الان رسم بياني يعني وصوره خلينا يعني نعرضها في وجود حضرتك، وهي فيها نسبه وتناسب بين الاصابه وفي العالم كله، وبرده لو نشرح يعني ظهور المتحورات في العالم كله والاصابات، فبرده نسب الاصابه في العالم، خلينا برده يعني نشرح ده اكثر للناس. تمام، احنا يعني لو شفنا الكولومز الخضراء هي دلتا هي النسبه الاكبر. دلتا طبعا دي النسبة الأكبر، وده كل الموجات اللي ظهرت في 2021. طبعا احنا أول موجة في 2021 ظهرت في يناير، وكان يوميا بيبقى عندنا في حدود 740 ألف إصابة يوميا، ده المتوسط، وكان معاها يوميا 13400 وفاة تقريبا. بعد كده لما ظهر دلتا ابتدت الإصابات تعلى شوية، فشوفنا إن الموجة اللي حصلت في إبريل على المستوى العالمي كان في حدود 830 ألف إصابة يوميا ب 14,000 وفاة يوميا، يعني معدلات الوفاة لسه تقريبا هي بعديها طبعا. اللقاحات لما توزعت، احنا في الفترة دي لما انتشرت الدلتا كان اتوزع اكتر من مليار جرعة لقاح، وصلنا للموجة الكبيرة في اغسطس كنا وزعنا 5 مليار جرعة لقاح. صحيح الاصابات لسه عالية 650,000 اصابة، بس زي ما احنا شايفين في اغسطس 21 الوفيات بقت 10,000 وفاة يوميا فقط، قلت بقى تمام. معدل الوفاة للاصابات 1.5% فقط. لما ظهر اوميكرون في نوفمبر احنا كلنا كنا طبعا خايفين، والاصابة وكل الانتشار كان عالي جدا، ففي ديسمبر علي الاصابات بقت 950 وصلت لمليون يوميا، يعني كل يوم مليون اصابة، بس زي ما احنا شايفين كان كل يوم 7,200 وفاة فقط، ده المتوسط، قلت. مظبوط، واضح جدا انها يعني الـ النسبة بتقل، يعني من ديسمبر لحد مثلا ابريل 21 بالظبط كده، هي عماله تقل، بقت تقريبا 7.7%. احنا دلوقتي في يناير وصلنا لتقريبا 3 مليون اصابة يوميا، احنا عندنا اصابات عالية جدا 3 أيوة. مليون اصابة، لسه الوفيات 7,000 وفاة يوميا زيها زي ديسمبر زيها زي نوفمبر. فده معناه ايه؟ معناه ان اوميكرون هو كان مليون اصابة بقى 3، ده 3 اضعاف الانتشار، بس لسه نسب الوفيات. فده يخلينا مبسوطين وعندنا تفاؤل كل حاجة، لكن معاه حذر، لسه عندي وفيات، الوفيات لسه ثابتة الحمد لله مع كم الاصابات الرهيب 3 اضعاف الاصابات، الوفيات ثابتة، بس ده لسه معناه ان في وفيات، فلازم نحافظ على الاجراءات الاحترازية زي ما احنا متفائلين بان هذا الانتشار زي ما قلنا هيؤدي في الاخر ان احنا هيبقى عندنا 1 مناعه قطيع، و2 هيبقى عندنا سلاله اضعف موجوده في العالم كله بتسيركوليت، وبالتالي يخلينا نقول ان ممكن على نهايه السنه هيبقى في اوميكرون او في متحور اخر غير اوميكرون اضعف من اوميكرون، تبقى دي ان شاء الله نهايه الجائحه.
يا رب. انا هرجع تاني للجمله بتاعت حضرتك واقول ان شاء الله احنا في الفترات او يعني في الموجه الاخيره نتمنى هذا، وانه الناس ترجع بسلام وامان ويبقوا بس ياخدوا بالهم لحد ما نعديها. دكتور اسلام عنان استاذ اقتصاديات الدواء وعلم الاوبئه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.